قولي لي بقى ايه الهدايا والمفاجآت والحاجات الحلوة اللي انت جايبها لنا النهارده. بصي بقى، قبل ما نقول الهدايا والمفاجآت والحاجات الحلوة بتاعت النهارده، انا عايزة اقول حاجة مهمة جدا، انه النهارده جايين نتكلم، يعني عندي كمية رسائل وحاجات كتير جدا الناس بعتاها، يعني ناس كتير جدا بتبقى مش عارفة تبدأ دايت ازاي، ناس كتير جدا بتبقى بدأت دايت وزهقت من النظام اللي هي ماشية عليه، ناس كتير جدا كام مرة بدأوا وبطلوا ووقفوا في النص ومش قادرين نكمل، ما عندناش طاقة ان احنا نكمل، خلاص مش عايزين نروح الجيم ولا عايزين ناكل اكل دايت ولا الكلام ده خالص. فطبعا دي مشكلة عامة عند يعني اغلبنا، كلنا بنبقى مش عايزين نبطل اكل، كلنا بنحب الاكل، دي حاجة طبيعة فينا، اكل حلو محدش يقدر يختلف على ده. ده حقيقة صح. طيب هنعمل ايه بقى النهاردة وهنتكلم عن ايه علشان نحس انه الدنيا كده لطيفة، وان انا في نفس الوقت بحس ان انا بخس وانا مش متضايق من حاجة او انا مش حارم نفسي من حاجة. نتكلم النهاردة عن كورس HR فارما، بس الكورس النهاردة بقى مميز جدا جدا، عشان النهاردة معانا يعني مش عايزة اقول لك هدايا كتير جدا جدا ومميزة، علشان لما عرفت ان توتا معانا النهارده قلت لازم تاكل وتخس. لا لا توتا مش ناقصه تخس معانا، بس قلت النهارده لازم البدايه تكون مميزه عشان كل اللي هيتابع الحلقه بتاعت الشيف عزه النهارده ومعانا توتا حبيبتي. النهارده ان شاء الله الهدايا هتكون معانا اربع هدايا، ده غير اصلا ان الكورس اللي معايا الكورس الاساسي بيكفي لمده شهرين، وكمان انا مسميه الكورس النهارده كورس الصحاب. ليه بقى؟ لانه ممكن اكتر من حد يشترك، يعني ممكن شخصين يشتركوا في الكورس بتاع النهارده، لانه النهارده كمان الهدايا اللي معانا هدايا قيمه جدا 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 وكويسه جدا جدا. طيب خلينا نتكلم النهارده على الكورس عباره عن ايه. الكورس عباره عن نوعين من الكبسولات ونوعين من النقط ونوعين من الاعشاب. حلوة. طب ليه بقى احنا عندنا نوعين من كل حاجة؟ عندنا نوعين من كل حاجة علشان زي ما بقول انه الكورس بيكفي لمدة شهرين، او ممكن الكورس مثلا اخده انا ومامتي، او اخده انا واختي، او اخده انا وصاحبتي، او واحد ومراته، يعني يقتسموا الكورس. فانا عشان كده النهاردة مسمية الكورس كورس الصحاب. طبعا الكورس بيكون الكبسولات، اول نوع بتديني احساس ان الشهيه مقفوله تماما، بحسس يعني معدتي ان هي مليانه، بيبقى 75% من المعده مليان، مفيش اي مساحه اكتر من كده ان انا ادخل اكل. فطول ما انا حاسس ان انا شبعان، طول ما انا حاسس انه الدنيا معايا تمام ومش كل شويه باكل كميات كتيره، بالعكس كميات الاكل بتاعتي بتبدا بالتدريج تقل، فببدا حاسس ان انا خلاص انا تمام. يعني لو كنت باكل طبق رز كبير قد كده، هاكل طبق رز صغنن، يعني فاهمه، يعني خلاص هاكل اللي نفسي فيه، بس الكميات هتبدا تقل. ايوه. النوع التاني بقى من الكبسولات، وده مهم جدا جدا في مرحله انقاص الوزن، ان انا بشتغل على الدهون المتراكمه، الدهون العنيده اللي موجوده ومتكتله ومتمركزه في كل المناطق اللي موجوده في الجسم اللي بتضايقنا كلنا، المنطقه بتاعت دراعنا، او زي ما بنقول الساندوتشات اللي بتبقى في الظهر دي من ورا بنسميها ساندوتشات، اللي هي تبقى الناس اللي عندها زياده في منطقه الظهر، وكمان في منطقه الارداف او في الرجلين او في منطقه الكرش او البطن، عند يعني ستات ورجاله عندهم كلنا عندنا نفس المشكله، كلنا كستات او رجاله عندنا كرش وبيبقى عندنا جناب والدنيا بالظبط، فدي اكتر منطقه بتضايقنا. فالكبسول الثاني بيعمل لي نحت القوام وبيكسر الدهون في المناطق دي عن طريق ماده فعاله اسمها ال كارانتين، وطبعا في مواد فعاله ثانيه كتير جدا في الكورس، كلها مواد طبيعيه وامنه. واهم حاجه بتميز كورسات اتش ار فارما ان الكورسات كلها مرخصه ومصرحه من وزاره الصحه المصريه. لازم دايما واحنا بناخد اي حاجه نتاكد من مصدرها، ونكون متاكدين دايما ان هي من مصدر موثوق، وترخيص وزاره الصحه طبعا دي حاجه مهمه جدا لاي حاجه احنا بناخدها.